كيف نركبه هكذا. طيب كيف نخليه اسبريتنج؟ قلنا بنضغط هذا اللي هو معي هنا، بنضغط الهاربون للربر هذه ونلف، نضغط ونلف وهو بيمسكه. لما جاء عمل سبريتنج يشفط بيسحبه للخلف كذا، هنضغط ونلف خلاص كذا. اقدر اعمل ايش؟ اقدر اعمل اسبريشن. نجي نركب النيدل. طبعا هذه كم طول هنا؟ 30 مل يعني لونج. الجيج حقي كم؟ 27. نفكه كذا، نلف طبعا. احنا نقدر انفيريور نيرف بلوك، انفيريور نيرف بلوك معنا لاند مارك. طيب الاناتوميكال لاند مارك حقي لما اجي اخدر الانفيريور الفيرال معنا، اولا اكسترنال بليك ريدج، اولا اجي امشي يدي تمام بالفيستيبيول، الفيستيبيول هذا باك الفيستيبيول، اجي امشي يدي امشي اول شيء اتحسس هنا ببروز، اوصل البروز هذا، هذا البروز اللي هنا هذا الاكسترنال اوبليك ريدج، يمشي بالفيستيبيول متحسس الانتيريور الاكسترنال اوبليك ريدج، امشي لفوق بوصل الى الانتيريور بوردر اوف ريمس، افتح انتيريور بوردر اوف ريمس، بعدين الف يدي الى الداخل الكرونويد نوتش، المنطقه هذه الكرونويد نوتش، اجي اشوف ايضا معي السوفت تيشو تريجو مندوبلر راف، شوف قلنا الاكسترنال اوبليك ريدج، مشينا مع الفيستيبيول وصلنا للبروز هذا اللي هنا اكسترنال اوبليك ريدج، وبعدين انتيريور بوردر اوف ذا ريمس، الف يدي هنا الى الكرمويد نوتش تمام تحت. طيب نجي نشوف السوفت تيشو، طبعا هذه اللي ذكرني كله ايش؟ بون صح؟ اكسترنال اوبليك ريدج انتيريور بوردر اوف ذا ريمس، هذه بون كلها هارد تيشو. السوفت تيشو اجي شوفوا التيشو اللي هذا تريجو مندوبلر رافي هذا يعتبر عضلة تمام صح؟ طيب وهذا هذا التريانجولر، شوفوا هذا شكل مثلث صح ولا لا؟ هذا شكل مثلث. طيب انا اجي احط يدي قلنا هنا تمام، وهذا الراف الانسرشن حقي انا اجيب من الاوبزيت البريومولار هذا تمام، الانسرشن انا بجيب النيدل ادخل طبعا معنا ايميجينال لاين خط تخيلي يقسم اصبعي الى نصفين صح؟ بكتب حق الخط هذا وما بين الراف والاصبع بيكون حق الانسرشن فوق الاوكلوزال البلين بمسافة كم؟ 10 مل 1 سنتي. بعد ما حددنا منطقة الانسرشن بنجي نعمل ايش؟ توبيكال. طبعا لما ادخل ثلثي النيدل حددنا احنا قلنا منطقة الانسرشن هنا، بنحط التوبيكال، بنحط المدة دقيقة عشان يحصل له امتصاص تمام. يجي بيعمل لي 10 ثواني 15 ثانية لا مش هيكون مفعول تمام، مش هيكون مفعول تمام. توبيكال احطه فتره كافيه وانا داخل بالنيدل تمام، اكون احقن وانا داخل احقن على ما انا داخل، لما يحصل كونتاكت حصل كونتاكت ارجع 2 مل اعمل سبريتنج، وبعدين لما اجي احقن الوقت حقي يكون ما يقلش عن دقيقه، ما اجيش احقنه كامل 10 ثواني لا سلو تمام عشان ما يحصلش مو بين عشان اقلل البين قدر الامكان بينلس انجكشن. الانفيريور الفيرال نيرف بلوك بيخدر لي الكوادرنت كامل التي تمام، اللينجوال اللي خدرناه بيخدر لي نص اللسان مع الفلور مع التيشه تبع الفلور، واللينجوال ميكوزا، اللونج بكل بخدره بيخدر البستيريور ميكوزا بستيريور من جهه البكل من جهه البكل. واحد ونص البيفل باتجاه من؟ باتجاه البون، اذا افتح اذا بنجي نتبع الخطوات حقنا، نمشي مع الفيستيبيول الاكسترنال بلاك ريدج، طلعنا الانتيريور بوردر اوف ذا ريماس، حط اصبعي بالكرنويد نوتش، نجي من الكونترالاترال بيريمولر تحت كونترالاترال بيريمولر، البيفل باتجاه البون، قلنا نرسم خط ينصف اصبعي تمام، ما تدخل ما بين اصبعي وبين ايش؟
التريجو من دبل الراف، هذا الراف نازل بدخل فوق الاوكلوز البلين بواحد سنتي، ندخل شوفوا كم دخلنا، حصل كونتاكت الان. الان حصل كونتاكت، تعسف الكونتاكت. ايوه حصل كونتاكت. الان نسحب نعمل اسبريتنج نيجاتيف ما بوش دم، تمام. نبدا نحقن بعدين سلولي. المريض يكون فاتح اوبن وايد، فتحه المريض تكون ايش؟ اوبن وايد. سلولي نحقن واحد ونص. شوفوا الربر كيف تمشي. لا اللينج بقى هذا بالنسبه للانفيريور، تمام. لما اجي اخدر اللينجوال انا ايش اعمل؟ وانا كذا بحط البوزيشن 5 مللي ارجع، تمام. انتيريور ارجع وبعدين ارجع باتجاه المزيل وبعدين احقن. انتوا نعترف بس هذا اللينجو بكل، هذا اللينجوال، هذا اللينجوال، هذا اللينجوال، تمام. ايوه وبعدين معنا اخر واحد تخدير عن نجيب نطبقه اللونج بكر.